طبعا بنشوف على مدار اليومين اللي فاتوا ويمكن النهارده احتفالات يمكن بنكهه وبطبيعه خاصه في ذكرى نصر اكتوبر رقم 51، ولكن طبعا هذا الاحتفال بياتي في مشهد اقليمي معقد وايضا محزن، لكن ما زالت مصر بتؤكد زي تاكيداتها على مدار 50 عام او منذ بدايه الصراع العربي الاسرائيلي انه مصر بتسعى دائما الى حل الدولتين، وده اللي اكد عليه الرئيس النهارده وقال كمان استطيع اتحدث باسم العرب. هل في امكانيه او فرصه للسلام في ظل ما نشهده من تطورات في الاقليم وبعد مرور عام على 7 اكتوبر؟ وكيف تقرا الدور المصري في ظل ما يحدث الان؟ هو بالتأكيد اليوم طبعا السيد الرئيس وجه رسائل مهمة جدا. هذه الرسائل أهمها في تقديري هو أن السلام خيار استراتيجي للدولة المصرية، هذا هو المنطلق والمرتكز الرئيسي للدولة المصرية في هذا التوقيت، وأنه بطبيعة الحال أنه لابد من التأكيد على فكرة وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين واستئناف إدخال المساعدات، واعتبار القضية الفلسطينية قضية محورية، قضية رئيسية بالنسبة للسياسة الخارجية المصرية، وهذه هي مرتكزات السياسة الخارجية المصرية طوال عام كامل. مصر دعت فيه إلى ضرورة وقف إطلاق النار والانتقال تدريجيا إلى مقاربة حل الدولتين، وطرحنا رؤية ثلاثية. بعد ذلك الجانب الأمريكي اقتبس أفكارها وصيغت في مبادرة للرئيس جو بايدن، ثم المقترح الأمريكي تم تعديله وصياغته بصورة أو بأخرى، ثم القرار الدولي قرار مجلس الأمن الداعي لوقف إطلاق النار. اليوم أعتقد أنه مصر بتوجه رسالة عبر قيادتها السياسية بطبيعة الحال بأن الدور المصري دور محوري ودور مركزي ودور رئيسي، ومصر اللي بتحدد البوصلة في الإقليم، وبالتالي دعوة القيادة السياسية المصرية يجب أن تؤخذ بدرجة كبيرة من الأهمية لاعتبارات متعلقة بدور مصر تجاه الإقليم وتجاه مشروع السلام حضرتك أستاذ حسام، لأنه نحن من بدأنا مشروع السلام وتجربة السلام مع دولة الاحتلال، وتلا ذلك طبعا الأردن في وادي عربة. أعتقد أنه اليوم هناك فرصة برغم كل ما يجري في الإقليم من ممارسات إجرامية قد تقدم عليها الحكومة الإسرائيلية من غزة إلى لبنان، ثم فتح المحاور الأخرى، يعني نتنياهو يتحدث عن 7 جبهات بما حق له طبعا وفق لتصوره المزعوم الانتقال إلى يعني مساحات أخرى من المواجهات وغيره. عسكرة الإقليم لن يكون في مصلحة إسرائيل برغم كل القوى الإسرائيلية التي يعني نشاهدها الآن في لبنان، لكن في النهاية أنت تتحدث عن كيان مأزوم لديه انقساماته الداخلية ولديه الكثير من الانقسامات الكبيرة، وشعبين في إسرائيل الآن، شعب مؤيد وشعب معارض لما يجري في عملية الاجتياحات المتتالية واستهداف جنوب لبنان واستئناف سياسة الاغتيالات. النشوة العسكرية لدى إسرائيل ولدى دولة الاحتلال نشوة مؤقتة وهي مرتبطة بأمور طبعا أمور أخرى لأنه في النهاية الشعب الإسرائيلي يعيش بأمان رغم مرور 70 سنة أو أكثر من 70 يعني سنة. يكفي أن تنظر إلى أمس حينما تم إطلاق صاروخ من اليمن كيف تعامل معه الجانب الإسرائيلي. إسرائيل عايشة يا أستاذ حسام تحت الأرض طبعا ما هو شائع فيه. النهاردة تم الإعلان عن إجراءات إضافية في حيفا بالتأكيد، فطبعا لأنه هنا يجب أن نفهم أنه في إدراك كامل بأنه هذه الدولة المأزومة لا يمكن أن تستمر في استخدام القوى العسكرية بصورة كبيرة. هو طبعا نتنياهو له حسابات وتقديراته الوهمية ومحاولة شراء الوقت للوصول إلى مرحلة ما بعد إجراء الانتخابات الأمريكية، وأتاه سوف يكون لكل حادث حديث، لكن حالة الذعر في المجتمع الإسرائيلي والبعد السيكولوجي في مواجهة دولة الاحتلال مهم للغاية. لن تقبل إسرائيل في الإقليم كدولة متنازعة حتى على مشروعية وجودها كما تعلم حضرتك، وحتى عاصمتها غير معترف بها سواء كانت القدس أو تل أبيب في الآخر. الرأي العام الإسرائيلي يسأل كيف سنعيش في الإقليم؟ إسرائيل ما كملتش 100 سنة يا طبعا. عشان كده الرئيس النهاردة بيؤكد أنه لا بديل عن السلام كخيار استراتيجي، وده اللي تبنته الدولة المصرية على مدار 50 عام، ولن يكون هناك حل في المنطقة بدون إمكانيات السلام. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة.